رح نروح لمحطتنا الأخيرة عفاف، ويمكن كل الناس بتعرف إنه أي شخص بيدخل على البيت بيتأثر بترتيب هذا البيت وطبعاً ديكوره، مثل ما بنعرف العمارة الداخلية أو ديكور الداخلي للبيت جزء كبير بيأثر على شخصيتنا، على طاقة المكان، على طريقة تفاعلنا مع الأحداث اللي بتصير معنا ضمن اليوم. لهيك دائماً بنحكي لساعات طويلة أحياناً مع مختصين بمجالات مختلفة، إن كان بعلم الطاقة، إن كان بمهندسين الديكور، وحتى بالتنمية البشرية لكيفية التعامل ضمن المساحات اللي موجودة بالبيت لحتى نستغلها بطريقة تعطينا طاقة وتحسن أدائنا بالأيام. صحيح سلمى، بنلاقي حتى كمان نحن على أنفسنا بنفوت على أماكن يا بتجينا طاقة سلبية يا أما بصير عنا طاقة إيجابية، وممكن كمان حتى ينزال التوتر عن نفسيتنا لمجرد أنه بننظر لهي الديكور الحلو أو لهي المناظر. رح نعرف كتير تفاصيل قدي ممكن تأثر الديكورات على حالتنا النفسية وكيف ممكن نحن نعرف أكثر عن شخصياتنا، أو ممكن نعرف الديكور المناسب لإلنا ونفسياتنا وشخصياتنا، وكثير تفاصيل مع الأستاذ محمد لبابيدي وهو الاختصاص بالتنمية البشرية. يسعد صباحك. أهلا وسهلا شفاف، أهلا وسهلا سلمى، أهلا وسهلا طبعا بكادر هذا البرنامج، وصباح الخير. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. خلينا بداية نتعرف أكثر على طاقة المكان، وخصوصا أنه نحن مثل ما قلنا بالبداية العمارة الداخلية هي جزء مهم جدا من نجاح الإنسان بحياته. بالتأكيد، يعني أنا دائما بقول أن المكان روح، وروح المكان بطاقة هذا المكان، ودائما في علاقة تبادلية بين طاقة المكان وطاقة السكان. لذلك شو بنقول؟ السر مو بالمكان، السر بالسكان. طاقة المكان قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية، قد تكون مفعمة بالإيجابية وقد تكون يعني مفعمة بالسلبية. هلأ نحن دائما نسعى أنه الإنسان يكون بمكان إيجابي. طاقة المكان أول استلهام للطاقة للمكان من السكان، فإذا كان المكان يعني كانوا إيجابيين من الناس المتفائلين، سبحان الله بتلاقي عم يضحك على بساطته. لذلك أنا دائما شو بقول مثال، بقول خيمة تضحك ولا قصر يبكي. يعني خيمة بإيجابية بتحسيها سبحان الله كلها روح كلها عطاء، وقصر ربما تلاقيه جامد إذا كان يعني تغلب عليه السلبية. طبعا طاقة المكان تأتي من مثلا دخول الشمس إليه، دخول الهواء إليه، من رتابته، من تنظيمه، من مثلا عزل الحمام عن الأماكن الأخرى، تهوية مثلا الحمام، الألوان المستخدمة في المكان بتساعد على هذا، على هذه الطاقة. أحيانا مثلا بتفوتي على مكان يعني بتحسي حالك مش مثل ما تقولي تفائلتي، روقتي، سريتي، عرفت علي؟ على قول مثلا محمد عبده، الأماكن كلها مشتاقة لك. ليش؟ لأنه بتلاقي السكان اللي كانوا هون أو اللي كانوا موجودين أو اللي كانوا سبحان الله بتحسيهم فيهم إلفة، فيهم عطاء، لون أثر، فيهم تماما. لذلك بتشوفي كثير ناس بتحب تروح لأماكن مثلا كان فيها الصالحين، كان فيها العابدين، كان فيها المتميزين. عرفت ليش؟ لحتى ينهلوا من هذه الطاقة اللي طاقة المكان اللي تركوه. والطاقة لا تفنى، الطاقة تبقى وإن فنيا صاحبها. خلينا أستاذ نخص طاقة المكان ونشيل هيك مسألة الأشخاص شوي على جنب. نحن بنفوت كتير أماكن، نضطر أكيد يعني كل يوم أي شخص بده يفوت على كتير أماكن، أو ممكن داخل بيته أو خلال واجباته باليوم أنه بده يفوت على أماكن كتير. طاقة المكان كيف ممكن أنه تأثر على التوازن النفسي اللي عند الشخص بعيدا عن مسألة الأشخاص المتواجدين بهذا المكان؟ طبعا أستاذ، يعني نحن بنقول دائما أنه الإنسان يعني بيتأثر كتير بالمكان. لذلك بتشوفي أي البيوت الشامية القديمة مثلا كانت تصمم على مبدأ الطاقة، الطاقة الإيجابية. فبتشوفي مثلا الباب كان واسع، ما كان ضيق. ليش؟ لأنه الباب الواسع بيعطيك طاقة، طاقة إيجابية قبول. بتشوفي مثلا السقف عالي، يعني مثلا الدهليز أو كذا عريض شوي، لاحظتي كيف عالي؟ كمان هي بتساعد على موضوع الطاقة. الفناء تبع المنزل، الأرض، الديار مثلا البيوت الشامية كلياتها كبيرة. بتلاحظي أنه بنص الديار كان في البحر، الماء والخضرة بيعطوا الوفرة.
بيعطوا الغنى، فبتشوفي دائما كان في بركة إذا بتتذكري. تمام، بتفوتي مثلا على موضوع الشبابيك أو الزجاج أو الكذا، بتحسي في ألوان معينة بتعطيكي راحة، خاصة الألوان الباردة مثل ما منقول. طلاء المنزل مثلا معظمه كان بيج، من لون البيج كمان، هذا بيعطي راحة نفسية. في ملاحظة هامة جدا وأنا بدي أقولها، ما بتلاقي مثلا أنه أنت فايتي على المنزل بتلاقي الحمام بالصدر، ما في هيك شيء. اتجاه مثلا الحمام ما مستحيل يصير على القبله، لانه بيحرق الطاقه حرق. لاحظتي كيف؟ واذا كان مثلا موجود الحمام ده، كانوا من زمان الحمام حتى خارج المنزل يعني، لكن وقت وجب المنزل يفضل انه يكون مهوى ومغلق، لانه قمه الطاقه السلبيه. واذا كان مثلا انت فتي على البيت ولقيتي الحمام بالصدر، فيفضل تحطي ستاره، لانه كمان بيعطي طاقه سلبية. الشمس، التهوية، كلها كانت تلعب دور. هلأ في ملاحظة كثير إذا بتشوفوها أنتم بالبيوت القديمة الشامية، أنه بتفوتي على الغرفة بتحسي في طلعة، يعني في أرض بعدين في طلعة. السبب دوران التيار الهوائي من هذه الطلعة، خاصة إذا بيكون في بحر مثلا داخل غرفة أو برا. بالأصل العظم بقلب الغرف كانوا يحطوا مثلا في بحر، لأنه كمان مع التيار الهوائي مع الماء بيعطيك طاقة إيجابية. الطاقة الإيجابية ثلاثة، شو هي؟ الماء والهواء والوجه الحسن. والوجه الحسن كمان الوجه الجميل بيعطيك طاقة إيجابية، بيعطيك انشراح للصدر. أكيد. طيب أستاذ محمد، خلينا كمان نحكي اليوم عن فكرة كتير مهمة، واللي هي أنه في أشخاص بيعتمدوا على ترتيب الأماكن طبقا للموضة، طبقا لشو مناسب لهذا المكان، خصوصا إذا منطقة ضيقة. يعني دائما بيقولوا خلينا نجيب شيء متعدد الاستعمالات لحتى نوفر مكان. وهيك قديش كمان تفرق؟ يعني اليوم الناس مو كلها عندها قدرة تسكن بمكان واسع وفيه بحرات أو فيه أرض ديار. بنعرف يعني أغلب الناس بيوتها هلأ صغيرة، فكمان بهذا البيت الصغير نفسه شو ممكن تعطيه نصائح لحتى يجذبوا الطاقة الإيجابية للمكان؟ هلأ طبعا يعني من أهم الاختصاصات اللي تدرس الآن بجامعات هي هندسة الديكور. هندسة الديكور هي الاستفادة من كل ما نقول سنتيمتر بالمنزل. صحيح. لحنا هلأ مثلا نعرف أنه قمة الطاقة هي بالاتجاه الجنوبي الشرقي، فبتشوفي بالتصميم أنه بنحط الغرفة المعيشة باتجاه الجنوبي الشرقي. مثلا التخت أثناء النوم يحتاج الإنسان لطاقة حتى يستوعبها يستنزفها خلال النهار، فما بنشوف أنه التخت موجود فيه على الحيط. دائما التخت يكون بنص الغرفة حتى يأخذ يستجمع الطاقة بعيد عن النافذة. غلط نحطه على الحيط أو جنب النافذة، الأفضل أنه يجي بنصف الغرفة. الآن الملاحظة اللي أنا بدي أقولها، أنه اللي بتستنزف الطاقة العجق. سمعني بشي اسمه العجق؟ يعني العجق. يعني بتلاقي مثلا الإنسان ما بيحسن يشوف قرنة فاضية بده يعبيها. تمام، فبيجيب غراب، بيجيب غراب بشكل أنه ما عاد صفى له قرنة يقعد. العجق، هذا العجق بالفرش والديكورات الزائدة والرسومات الزائدة والبهرج الزائدة بتستنزف الطاقة. فبتشوفي أنت يعني البيوت القديمة بسيطة، ما فيها عجق. الفرش كمان كلاسيكي. حتى هلأ بلشوا يرجعوا كمان، يعني شوفي في غرف النوم كلها كلاسيكية، راحت الزخرفة والألوان الفايتة ببعضها وكذا، لأنه كانت فعلا تستنزف الطاقة. دائما الطاقة بالبساطة، بالهدوء، بالسكينة. لاحظتي كيف؟ واللي بيحرق الطاقة مثل ما نقول كمان، غير أنه العجق والكتر الأغراض، تلاقي غرفة صغيرة وفيها 100,000 غرض، الكركبة كمان منقول بالشامية نحن، إنه ما يكون في تنظيم. يعني إذا بتشوف مثلا غرفة نوم فتي عليها وهي قايمة يا مثل المخدة بنص التخت والحاف على الأرض وكذا، كمان تستنزف الطاقة منك. هلأ في ناحية كمان حكينا نحن بالنالك إن البيوت الشامية إنه كان في طلعة. هلأ كمان هي أحد أسباب هذه الطلعة موضوع، يعني أنتوا إن شاء الله أكبر، الأحذية. حذاري من موضوع الأحذية. الأحذية كانت مثلا ما بيصير تكون بنفس المستوى اللي أنت قاعد فيه. لاحظتك؟ فلازم يكون في حاجز، فكانت الأحذية تم تحت، يعني يشلح الإنسان الحذاء ويطلع هذه الطلعة، لأنه الأحذية فيها نوع من السلبية، 72 نوع من السلبية ممكن تعدي الإنسان، لدرجة أنه أنت إذا ارتديتي حذاء مثلا متسخ أو مغبر مثلا أو كذا، أثرت على طاقتك الإيجابية، سحبها. لذلك دائما احنا بنقول انه الأحذية لازم تنحط ضمن خزانة ومغلقة. واكثر شيء مثلا السوق، عندما بتشوفي مثلا بتروحي على بيت بتلاقي حاطين حذاء برات البيت على، يعني على ميدة الدرج. بهذا البيت الخلافات شغالة،
الطاقة السلبية بأعلى درجاتها، ما في وفرة اقتصادية. معظم هؤلاء اللي بيحطوا الأحذية برا، يعني بيفوتوا لجوا بخلوها برا، يعانون بصراحة من الفقر. فالأحذية أنا برد بأكد أنه لازم تكون ضمن خزانة معزولة ومغلقة. سلات القمامة أوعي تحطي سلة قمامة مكشوفة، يعني في كتير ستات بيوت بيحطوا سلة القمامة تحت المجلة ومكشوفة، كمان بتسحب الطاقة. بيوت العنكبوت بتسحب الطاقة الإيجابية، تمام، وبتورث الفقر. لاحظتي كيف؟ فكل هاي الأمور اللي احنا لازم نعرفها ونتعامل معها حتى نحافظ على الطاقة الإيجابية إلنا، لأنه طاقتنا من طاقة المكان اللي نحن فيه. طيب أستاذ، لحتى نحافظ على هاي الطاقة الإيجابية اللي جواتنا كمان بشكل أفضل، نحن منفوت على أماكن ما بتناسبنا وما منرتاح فيها، ممكن ديكور هذا المكان أو الأضوية فيه أو أي شيء، أي تفصيل فيه أنا أثر على طاقتي النفسية وما ناسبني، أنا كيف فيني هون أحمي حالي ونفسيتي لحتى ما تتأثر أو ما تأخذ هاي الطاقة السلبية اللي موجودة؟ هلأ طبعاً كثير إحنا منقول مثلاً أحياناً الإنسان بيشتري بيت، تمام؟ والبيت بيكون مثلا اللي قبلن منه فرضا يعني سلبيين او كذا، يعني عرفت علي؟ فيفضل نحن دائما بننصح في حال مثلا اشتريت بيت او كذا، على الاقل انك تعمل وش دهان ابيض او بيج، انك مثلا على الاقل فرضا حتى ولو كان يعني نظيف، انك تعيد الشطف، تعمل عمليه شطف وتستخدم جزء من الملح، شيء من الملح بالمياه المستخدمه بالشطف، كمان هي بترفع، بتزيل الطاقه السلبيه وبترفع الطاقه الايجابيه. ممكن نغير ديكور، يعني الديكور مو شرط اني غير الفرش بس غير موقعه. طيب اذا هذا الديكور ما نو ملكك وما فيك تغيره، انت رايح على ديكور ما بيناسبك، هلا شو يعني اذا لو فرضنا انه انا ما بغي، ما بحسن مثلا اشتري بدله، ممكن اغير موقعه، ما بغير موقعه، بغير موقعي انا. يعني انا مثلا باتجاه الغرفه فرضا، قلت لك انه اتجاه الجنوبي الشرقي هو اجمل اتجاه، يعني هو غالبا بيكون مثلا باتجاه القبله، هو اللي بتنهل منه الطاقه والغنى. ممكن نضيف اشياء مثل ما قلت لك، اللي احنا مثلا مو شرط والله نجيب بحره يعني من هذه الرخام والكذا المحطوطه، لكن بحره صغيره ممكن تعطيكي طاقه ايجابيه تعبر عن الوفره. يعني انا بصراحه بعرف الالوان اللي بتريحني، فممكن استخدمها. مو ممكن انا دائما مثلا بحب مثلا برتاح على اللون الازرق فرضا او السماوي، طيب انا ما عندي امكانيه ادهن، لكن ممكن اجيب بعض اللوحات بهذا اللون بتساعدني. المناشف مثلا ممكن استخدمها بهذا اللون بتساعدني، البشاكير ممكن استخدمها بهذا اللون بتساعدني. يعني ان الانسان على نفسه بصيره، يعني انت بتعرف نفسك على شو بترتاح، فزيدها بهذه الامور البسيطه يلي ممكن تاثر على نفسيتك. واهم شيء طبعا المكان، حاول انك تجيب الناس هيك الفرحيين مثل حكايتي، استقبلوهم حطوهم، عرفت علي كيف؟ هذول بيزرعوا الابتسامه، بيزرعوا الطاقه الايجابيه، وتجنب يعني عايشين على الشكوى، وان كانوا في الجنه فهم من الشاكين، هذول يا لطيف يعني بيعطوك طاقه سلبيه هائله. صحيح صحيح. أستاذ محمد، قبل ما نختم حديثنا خلينا ناخذ شوية نصائح اليوم، يمكن عن بعض الخطوات اللي لازم الناس تتجنبها. حكينا عن شو لازم نساوي، بعض الخطوات اللي لازم الناس تتجنبها ضمن طبعا المكان لحتى تحافظ على طاقته. طبعا احنا بالنسبة لنا، بالنسبة للمكان مثل ما قلت لك، أول شيء خفف من الأغراض اللي ما لها لزوم. الكراكيب اللي مسمينها احنا الكراكيب مثلا، اذا انت ما يعني مثلا والله بيحط الواحد على السقيفه شغلات كراكيب خير الله، بعدين اذا احتاج شيء بيروح بيشتري، تمام، اي غرض انت ما عم تستخدمه يا بيعه يا تصدق فيه، لانه كمان بيعطيك طاقه سلبيه. النهفه الحلوه انه حاول تصلح الاشياء اللي بالبيت، يعني حنفيه بتنقط وبتعطيك طاقه سلبيه هائله، عرفت علي كيف؟ بنشايه حيط مثلا بعطيك طاقة سلبية هائلة، فحاول انت هالشغلات هي يعني تسعى بتصليحها. مثل ما قلنا العرق الأخضر بالبيت حلو، خاصة مثلا إذا كان على النافذة أو على برندة أو على كذا، هذا كمان شيء حلو. وفرة المياه بالبيت حلو. الحمام مثلا انتبه أنه أنت إذا بتتحمم أو كذا لا تطلع والمي على الأرض، كمان تسحب الطاقة، بدك تخلص الحمام بدك تنشف الأرض، لأنه حتى تحافظ على الطاقة الإيجابية. موضوع الأحذية خطير كتير، أنك أنت دائما تكون يعني محطوطة بأماكن مغلقة. موضوع سلات القمامة تكون مغلقة مسكرة، وما تبات القمامة في المنزل، يعني لازم أنك أنت
ترحل هذه القمامة، قلنا مثلا على العنكبوت اللي هو مثلا يورث الفقر، انك تفوت على البيت باليد الرجل اليمين هي تساعد على اعطاء المكان طاقة، تخرج باليسار مثل ما تسحب الطاقة معك، يعني هذه الإجراءات البسيطة بتحس نفسيتك مرتاحة، تغيرت. عرفت صحيح. عرفت علي كيف؟ واستخدم الألوان اللي أنت بترتاح فيها وخاصة الألوان الترابية. صحيح، بس الألوان الترابية أشخاص أنا ما فيني ألبس لون ترابي، يعني ضروري ألبس لون ترابي؟ لا هلا هي قلت لك انا يعني ان الانسان نفسه بصيره. انت شو بترتاح؟ بس المشكله اذا انت بترتاح على اللون الاحمر واللي قدامك بيشعلوا باللون الاحمر بتوتروا. عرفت صحيح. علي كيف؟ انت بدك تمشي تقريبا مع الشيء العام. لاحظتي كيف؟ لا في ناس بتحط مثلا الوان ناريه، تمام، هي بتحس حالها انه اخذت طاقه بالالوان الناريه، بس اللي قدامها صاروا معصبين، صاروا يعني خلقهم براس مناخيرهم. عرفت علي كيف؟ شو السبب؟ هذه الانعكاس عليها. لذلك والترتيب، الترتيب أهم شيء، أنه يكون المكان منظم وإن كان أغراضه بسيطة بس منظمين انضاف بيعطوك طاقة إيجابية. أكيد. يعني بالختام نشكرك أستاذ محمد على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، شكراً لك. خلي لي أكي سلمى، يعطيك ألف عافية عفاف، وشكراً طبعاً لكل كادر البرنامج، وشكراً أكبر لكل مين تابعنا عبر شاشة الإخبارية. شكراً لك وأهلا وسهلا فيك.